ليه برضه ضمير. دكتور إيهاب مبروك أفراطي، مرشح عن دائرة الهرم. بالنسبة لسير العملية الانتخابية، أعتقد أن الإقبال معقول لسه في الساعات الأولى يعني. العملية منظمة جدا، مفيش أي احتكاكات. أنا مريت على كل اللي في دائرة الهرم، مفيش أي احتكاكات أو مناوشات، والعملية ماشية بمنتهى اليسر والسلاسة. هي الأمور ماشية كويس جدا وبسلاسة، باستثناء بس هو في لجنة واحدة في إقصائي، لجنة 34، الورق اتأخر ما جاش وبدأت شغل حوالي الساعة 11. دي بس الملحوظة السلبية اللي أنا رصدتها النهارده.